من تنظيم اللجنة الأولمبية الجزائرية انطلقت الطبعة 14 للأسبوع الأولمبي رياضة الجنوب بمشاركة 17 ولاية جنوبية ونحو 700 رياضي في مختلف الرياضات، على أن تتواصل فعاليات التظاهرة إلى 29 من الشهر الجاري. وعرف الافتتاح مشاركة فرق فلكلورية متنوعة تبرز طبوع مختلف مناطق الجنوب الجزائري. نيابة عن سيد وزير الشباب والرياضة الأستاذ عبد الرزاق سبقاك، أقف بينكم اليوم في هذا الحادث الرياضي الهام، ألا وهو الطبعة 14 للأسبوع الأولمبي للرياضة لرياضة الجنوب، التي توليه السلطات العمومية أهمية بالغة لما تتسيه من إسقاطات نحو ظهور مواهب رياضية التي ستعول عليها البلاد في الاستحقاقات الجهوية والدولية القادمة. مثل ما جرت العادة وفي إطار تنفيذ مخطط عملها، تنظم اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية تظاهرة الأسبوع الأولمبي رياضة الجنوب بولاية بسكرة عروس الزيبان. ولاية بسكرة ولأول مرة تشهد مثل هكذا تظاهرة، وقد لقيت استحسان الجمعيات والمهتمين بالشأن الرياضي محليا. ودون إطالة أعلن رسميا عن افتتاح فعاليات الأسبوع الأولمبي لرياضة الجنوب في طبعته 14، متمني النجاح والتوفيق لهذه الطبعة والإقامة الطيبة لكل ضيوفنا. وتعد التظاهرة مناسبة لاكتشاف المواهب الشبانية في مختلف التخصصات.